أهلا بكم، حلقتنا مستمرة وفيها. في خطوة تعمق قلق وهواجس الأقلية المسلمة وتثير مخاوفها، أعلنت السلطات الفرنسية أمس الاثنين إغلاق 21 مسجدا بزعم أنها كانت تشهد مظاهر التطرف. وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في لقاء له مع تلفزيون فرنسي إنهم قاموا مؤخرا بتفتيش 99 مسجدا كان يشتبه بأنها تنخرط في أنشطة متطرفة. وأوضح دارمانا أن 21 مسجدا منها تم إغلاقها، فيما يستمر العمل لإغلاق 6 آخرين. وبرر الوزير الفرنسي هذه الخطوة بأنها تستند إلى قانون مكافحة التطرف، وقال إنه لأول مرة في تاريخ فرنسا يتم إغلاق مساجد بهذا العدد الكبير. شهدت فرنسا حل العديد من الجمعيات التابعة للمسلمين، وتأتي هذه الخطوات بعد أن تبنى البرلمان في يوليو الماضي قانون مبادئ تعزيز واحترام قيم الجمهورية، وهو القانون المثير للجدل والذي جرى التعريف به أول مرة باسم مكافحة الإسلام الانفصالي. ولمناقشة هذا الملف ينضم إلي عبر الهاتف الدكتور حسين آية المقدم، مدير الأكاديمية الأوروبية لإعداد القادة. أهلا بك معنا دكتور. حياكم الله. إغلاق أكثر من 20 مسجدا، أليس أمرا مثيرا للقلق لدى المسلمين في فرنسا؟ السلام عليكم، حياكم الله جميعا. نعم طبعا، هذا الأمر حدث اضطراب في صفوف الجالية الإسلامية في فرنسا. الحار ليست الجالية وإنما هم الفرنسيون المسلمون في فرنسا، وهذا الأمر مع الأسف استمر منذ 2017 إلى يومنا هذا. يعني في بين 2017 و2019 أغلق ما يناهي 29 مسجد، وبين 2019 و2021 أغلق ما يناهي 49 مسجدا. ومع الأسف هذا العدد بدأ يزداد كل فترة، يزداد هذا القانون ويزداد مضايقة على المسلمين بحجة أنهم يحملون الكراهية وخطابات الانفصالية وإلى غير ذلك ضد الفرنسيين وضد قوانين أو مبادئ الدولة الفرنسية. طيب السؤال دكتور الحقيقة، هل كل هذه المساجد مخالفة كما يقول وزير الداخلية الفرنسي؟ لا، هي المساجد كما يقولون ما عندهم أي دليل على ما يقولون، وإنما كل شيء مبني على أنها ممكن تفعل، أنها مؤهلة لكذا. أن في خطابات مثلا مؤخرا مسجد بوفي أغلق فقط لأن الإمام، إمام هذا المسجد، سؤال عن المثلية، عن الشذوذ الجنسي، فالرجل أجاب بما يعتقده هو، فأتهم المسجد بكله وأغلق المسجد فقط لأن إمامه قال ما يناقض قوانين مبادئ الدولة، أنه تحدث ضد المثليين الشذوذ الجنسي في داخل مؤسسة دينية لها قيمها ومبادئها الداخلية لا تعني إلا المسلمين، وهذا الفكر لا يعني لهم، لا علما أن كذلك المؤسسات الأخرى مثلا عند اليهودية والمسيحية يقولون نفس الشيء تقريبا. لكن أظن أن السهام موجهة فقط نحو الجالية الإسلامية. طيب يعني مسلم فرنسا، الأقلية الفرنسية، كيف سيتعاطون مع قرارات كهذه دكتور؟ والله القرارات يعني مع الأسف الدولة التي المفروض تحمي المواطنين هي نفسها طرفا في الإشكالية، طرفا في المشكل. مؤخرا حصل في هذه 3 أو 4 أيام حصل مثلا هدم لمقبرة المسلمين في مدينة ميلوز. يعني هذه التصرفات لا تزال تستمر أكثر فأكثر، فالمسلم الآن لا ندري، لا يبقى إلا أن يوضع قانون ضد الدولة الفرنسية خارج الإطار فرنسا، وإلا هذا الأمر يستمر أكثر فأكثر. ومع الأسف، مع الأسف المشكلة أن الضربة تأتي من الخارج، من بعض الدول الإسلامية مع الأسف العربية التي تؤيد هذا الأمر وتشجع هذه الخطوات التي تقدم عليها فرنسا لكل يوم ضد الجالية الإسلامية. طيب إذا كنا نتحدث عن دولة قانون في فرنسا دكتور، بدلا من إغلاق المساجد، لماذا لا يتم تقنين أوضاع هذه المساجد وضبط حتى الخطاب الذي تراه فرنسا خطابا متطرفا؟ هي الإشكالية أن فرنسا تعيش ازدواجية الخطاب، ترى تقول أنها دولة علمانية
والدولة العلمانية ليس لها أي حق أن تتدخل في الخطاب الديني، لأن الخطاب الديني محلي في داخل المسجد طالما لم يخرج إلى الشارع، هذا خصوصية في الدين. طارة أن تتدخل في الخطاب الديني الإسلامي دون أن تتدخل في الخطابات الأخرى. مثلا إذا أردنا نقنن هذا الأمر، فلماذا لا تقنن مثلا الخطاب السياسي الذي يسب ويدعو إلى الكراهية ضد الفرنسيين من ديانة مختلفة مثلا؟ وكذلك نقول أن فرنسا دولة قانونية، هي في الأحرى أنها دولة بوليسية. فرنسا أصلا معروف عنها أنها دولة بوليسية تتدخل في كل صغيرة وكبيرة. طيب هل يمكنكم الطعن على هذه القرارات في المحاكم أم لا؟ في المحاكم الدولية نعم، في المحاكم الفرنسية. المحاكم الفرنسية مع الأسف صعب جدا، لأن القانون الفرنسي وهو معلوم أن أكثر من 58% من القانون الفرنسي لا يطبق في داخل المحاكم الفرنسية. يعني كلها قوانين جميلة لكن تفعيلها هذا أمر آخر مع الأسف. نعم. فرنسا دخلت في نفق مظلم خصوصا مع مجيء ماكرون، لا ندري إلى أن يؤدي هذا النفق مع الأسف. شكرا جزيلا لك من باريس الدكتور حسين آية المقدم، مدير الأكاديمية الأوروبية لإعداد القدم.